نعم، هذه رأت كأن زوجها أعطاها 3 مفاتيح وهو فرحان. إعطاء الزوج لزوجته في المنام في الغالب ما يدل على حمل لها إن كان في مجال تحمل، وثلاث مفاتيح 3 أولاد بإذن الله سبحانه، ويدل أيضا على المال كما قال سبحانه وتعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. والعلم عند الله. نعم، نسأل الله السلامة. هذا رأى في المنام أنه يعني يصلي ويتبول على سجادة الصلاة والعياذ بالله، يعني الصلاة مقبولة ويتكرر مع بعد الحلم، يعني الصلاة مقبولة لأن الصلاة تدل على التقرب إلى الله كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهي الصلاة. أما كون أن يتبول أجلكم الله على السجادة فهذا نوع من يعني العبث الشيطاني الذي يحاول أن يصده عن الطاعة، يحاول يصده عن العبادة، يحاول ما يحبب له الصلاة. طيب، وانظر أيضا في حالك، هل أنت ممن يحافظ على الصلوات أم ممن يعني تلهيهم الأشياء عن الطاعة والعبادة؟ والعلم عند الله. هذه رأت في المنام كأن خصلة كبيرة من شعرها سقطت. شعر المرأة زوجها، شعر المرأة جمالها، حياتها الأسرية والعائلية، وسقط الشعر بهذه الطريقة له أمرين: أما إصابة بالعين والحسد تحتاجين إلى رقية شرعية، أو إنما هي مشاكل يعني أسرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنكم مشاكل. والعلم عند الله. نعم، أم عبد الله، حياك الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ الله يعافيك، زوجي حلمان إنه يمشي يصعد على الدرج، زين كل ما صعد يشوف ناس عراه، يعني رجل ورجل، وكل ما صعد نفس الشيء. طيب يعني خير إن شاء الله، يعني حياك الله. الصعود محمود، إذا صعد الإنسان توفق في حياته، وتوفق يعني في تجارته وفي وظيفته إلى آخره، كما قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. أما الرجال وعرات يعني قد يدل على حمل لك بأولاد، وإن كان أشكالهم لصوص مثلا فهم شياطين وناس أعداء، فالحذر من شرهم. العلم عند الله. نعم، نعم، هذه رأت في المنام كأنها تأكل يعني فقع. إن شاء الله هذه بشارة خير، الظهر ما شاء الله فقع هالسنة ما شاء الله بكثرة الظهر. فعموما هذه يعني رؤية طيبة بالنسبة لها، لعلها تحمل إن شاء الله. الفقع في المنام يفسر بالذرية، يفسر بالشفاء من أمراض، لأن مأخوذ من ماء الفقع إنما هو شفاء للعين كما جاء في النبي عليه الصلاة والسلام، فسر بالشفاء من الأمراض. لكن إذا كان، وهذه نقطة مهمة انتبهوا لها، إذا كان الفقع نفسه عليه تراب أنتم بكرامة، فالحذر من كلام الناس وحسدهم، لأن الله سبحانه يقول: وخلقناكم من تراب. إذا كان جميل ومثل ما يسمونه زبيدي وكذا إلى آخره وأبيض، فهذا خير كثير من ناحيتين: من ناحية المال والذرية، ومن ناحية الشفاء. والعلم عند الله. نعم.